من المسؤول برأيك عن تراجع الثقافة في مصر؟ نحن نتحدث عن واقع ثقافي ليس نتاج يوم أو يومين أو سنة أو سنتين. أنت بتتكلمي عن نظام حكم مصر على مدار أكثر من 30 عام كان يكفر بالثقافة، كان كافرا بالثقافة أصلا، وكان يعتبر الثقافة رفاهية، وكان يعتبر السينما دي حاجة يعني تتعمل أو ما تتعملش، مش في حين أن السينما مثلا في بلد زي أمريكا بتلقى كل الدعم اللازم من الدولة الأمريكية، وتقريبا التسيد الأمريكي في العالم أحد أدواتهم الهامة والفاعلة في السيادة وأنهم أحد القوى العظمى في العالم هو السينما. تصدير فكرة السيد الأمريكي السوبرمان الخارق اللي بيكسر الدنيا، تصدير ثقافة الجنس والتكاوي والحاجات كل ده كان عبر السينما. فأمريكا نفسها صناعة هوليودية، يعني ما بقاش مبالغ إذا قلت كده. هذا النظام الذي حكم مصر جاء بعد نظام جمال عبد الناصر اللي كان مؤمن بالفنون والثقافة والأداب كوسيلة هامة جدا في إظهار وجه مصر الحضاري وتصدير منظومة قيم المجتمع المصري، بل وزيادة تأثيرها في المنطقة عن طريق هذه القوى الناعمة. جاء نظام بعده لا يؤمن بهذه القيم خالص على الإطلاق، ولا يؤمن بهذا المفهوم، فتخلى عن السينما. كانت أدوات الإنتاج كلها تابعة للدولة، الأدوات الإنتاج اللي هي في صناعة السينما للأسف أهملها لغاية ما خربت، وما ساعدش كمان القطاع الخاص، بل فرض مزيد من الضرائب والجمارك وأرهق المنتج القطاع الخاص، فصفى القطاع الخاص اللي هو كان بينتج وأهدر وأدوات الإنتاج اللي كانت في إيده من استوديوهات لمعامل إلى آخره. للأسف الشديد أنا بكلمك على فرع واحد في الثقافة هو السينما. الكتاب نفس الحكاية، صناعة الكتاب نفس الحكاية، صناعة الموسيقى نفس الحكاية، أهمل الجانب الثقافي لغاية ما جت الثورة وحبت تعدل الأوضاع، بس حصل الارتباك اللي موجود، فالثقافة لم تدخل سلاحا في معركة الإرهاب مثلا.